على كورنيش المنيا تم تدشين معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية والتراثية، واللي بيضم 40 جناح لمنتجات الأثاث الدمياطي لتشجيع وتنشيط العمل على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة وكمان تسويق منتجات الشباب. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الأستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن. صباح الخير على حضرتك أستاذ صبري. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. معرض مهم والاختيار كمان رائع جدا على كورنيش المنيا، حابين نعرف تفاصيل اكتر عن معرض ديارنا، المنتجات والمشغولات اليدويه اللي بيشملها المعرض السنه دي. يمكن المعرض السنه دي مش اول مره لمدرجه محافظه المنيا، دي سنه سبعه معارض مع المنيا. المعرض قائم على كورنيش المنيا، المفروض ان هو بمساحه 2400 متر، مقسم على 40 جناح، والمفروض ان الاجنحه دي احنا الوزاره كانت حريصه على ان الفتره اللي قبل العيد، لان انت عارف ان مصر دايما مناسباتها سعيده، والفتره اللي قبل العيد دي مناسبات دوائر وفترات والاسره دايما بتبقى جد، فيمكن المنيا سوق واعد وسوق كويس وفي يعني في حركه لبيع والشراء، وفي نفس الوقت احنا بنحاول نقرب لمحافظات الصعيد، لان المنتج ده عشان يجي من دمياط او يجي من محافظات الجنوب مسافه كبيره جدا وبيتحمل نقل المصاريف بقى كتيره. يمكن مع الوزيره الدكتوره نجيب بشكل حريصه ان احنا المعرض السنه دي يبقى في تشكيله من الاساس، سواء الاساس المنزلي او مكملات الديكور، مراتب، مفروشات، سجاد، كل ما يلزم الاسره او البيت المصري. طب يا فندم اتفضل. ويمكن يعني احنا دايما بنلتقي يعني اهتمامنا بالسعر وتسويق المنتجات اللي هي للمحافظات بشكل سعيده. يعني يمكن احنا عندنا الجمعيات التعاونيه الانتاجيه للاثاث، دي من الجمعيات التابعه للوزاره واللي يعني فيها اعضاء كتير شغالين ومنتجين وبتساعدها على تسويق المنتج الى جانب دمياط، الى جانب مراكز التكوين المهني، وفي احد القطاعات التابعه للوزاره. فاحنا بنحاول نعمل تسويق للمنتجات على مستوى الجمهوريه، ودي يمكن تواجدنا في المحافظات الدائمه دي، يمكن كنا قبل كده في رسمس السنه كنا في الاقصر برضه، وكنا عاملين نفس الفكره بس كان معانا الحرف اليدويه في معرض افريقيا. فده النهج او النهج اللي الوزاره بتاخده، بحيث ان احنا نسوق لكل المنتجات اليدويه والحرفيه اللي موجوده على مستوى المحافظات. طيب يا فندم، يعني خليني احط نفسي مكان المشاهد وعايزه اعرف من حضرتك ايه اللي بيميز هذا المعرض؟ هل هناك ميزه تنافسيه من حيث الاسعار وكمان بالنسبه للجوده؟ لان ممكن حد يعتقد انه لو في فرق في الاسعار او انه يكون ارخص من السوق شويه ممكن تكون الجوده مش افضل حاجه. لا بالفعل يا فندم، احنا بنلتقي طبعا انت عارفه العامل المصري او الحرف المصري ماهر طبعا، ولكن طبعا احنا بيبقى لينا نظره ان احنا بنجيب افضل منتج من حيث الجوده ومن حيث السعر كمان. يعني يمكن انا يعني كان ليا الشرف ان انا حضرت الافتتاح، وكان طبعا رعايه معالي الوزيره، وكان معايا السيد المحافظ، يمكن كان في تدقيق على ان هم يجيبوا يعني يحطوا السعر الفعلي اللي عليها مش متر بسيط، عشان نشجع المحافظات هناك او نشجع الاغلبيه المنتج وتسويقه هناك في الاماكن دي. اولا احنا بنحافظ عليهم تكلفه النقل، لان النقل نفسه بياخد تكلفه عاليه اكيد، بنيجي مثلا من دمياط لحد محطات الصعيد طبعا ده بالنسبه لي تكلفه كوست عاليه عليه، في نفس الوقت انا بجيب منتج جيد. يمكن انا مش عايز اقول لك ان احنا اصلا في مبيعات قبل يوم الافتتاح بتتحقق، يعني بالفعل في اقبال، ومحافظه المنيا من المحافظات الجميله او اللي طبعا عندها حته التجاره او هم بيعرفوا يشتروا ويبيعوا ويعرفوا الخامه النظيفه، فيمكن ده يساعد المعرض الحمد لله. ويمكن ان شاء الله الفتره اللي جايه برضه بننتقل لمحافظات اخرى. جميل، وان شاء الله افضل.
طب عايزين بقى نعرف حالة التفاعل مع المعرض من الجمهور كده وأهلنا في المنيا والمحافظات المجاورة كمان، حالة الإقبال على هذا المعرض ومعلومات كمان عن المدة، مدة المعرض هيبتدي إمتى وينتهي إمتى؟ المعرض يعني احنا بنبدأ من يوم تقريبا يعني بنجهز من يوم 20، هيستمر لحد يوم 15/6 اللي هو يعتبر قبل يوم الوقفه بتاعت العيد. جميل. وفي كلام يعني ان احنا ان شاء الله ممكن نمد 3 أو 4 أيام بتوع العيد كمان، عشان لو في حد في الاجازه بتاعت العيد عايز يبص ويتفرج ويشوف ده وارد ان احنا ننسق في هذا الشأن. المعرض المفروض ان هو مفتوح يوميا من 10 صباحا لحد 12 بالليل. المعرض بيستقبل الزوار، وبعدين عايز اقول لحضرتك ان في متابعه يوميه للمعرض، وبالفعل في اقبال وفي مبيعات وفي ناس بتيجي تتفرج، حتى اللي معهوش خبره ان يشتري في نفس اليوم يرجع بعدها بيومين ثلاثه يبدا يعني يدفع عربون لحد. وبعدين كمان يعني في تسهيلات كمان للمشاركين في اجنحه المعرض وتيسيرات ليهم للمشاركه. عدد العارضين وصل كام يا فندم حتى الآن؟ وهل بتحطوا شروط معينة يشترط توفرها في العارضين داخل ديارنا؟ بص يا فندم، احنا بنقول 40 جنيه، 40 يعني 40 كيان عامل اشتراك أو مشترك في المكان، ولكن ال 40 دول وراهم مثلا 1000 حكام شغالين، كل واحد بيشتغل في حتة معينة، اللي بيشتغل في الحليه واللي مش عارف في المباراه، واللي بيشتغل في خشب الكبس والامتحانات وكده. فالعارضين دول مش هم دول اللي بيشتغلوا بالفعل بس، ولكن وراهم الاف من الناس شغاله وبتساعدهم في الامتداد. المعرض ان شاء الله هيكون يعني واجهه كويسه، لان احنا عارضين او جايبين نماذج كتيره، وجايبين حتى مكونات المنزل اللي هي ممكن تنفع اللي عاوز يخش يشتري، وجايبين بنك ناصر يساعد في ان هو يعني لو في حد عايز حاجه بالتقسيط بيسهل له الاجراءات، بحيث ان هو يعني كافه التيسيرات مقدمه للجمهور او حتى للعارضين. عايز اسال حضرتك يعني اخيرا، يعني بعد انتهاء المعرض فكره التسويق للمنتجات دي فيما بعد، هل في آلية ما او يعني منصه للتسويق؟ لان دايما السؤال اللي بيتسال مع العارضين في مثل هذه المعارض انه احنا محتاجين خطه تسويقيه لمنتجاتنا بعد انتهاء هذه المعارض اللي بتبقى محدده بوقت معين. هو بالفعل احنا تسويقيه للمنتجات والتسويق والمعارض، ولكن احب اقول لحضرتك ان احنا بنشتغل على التوازي، لان في منصات تسويقيه بتعمل وتشتغل وتعرض على الميديا، ويمكن دي بتحقق شغل برضه، ولكن التفاعل المباشر بين العميل وبين الجمهور طب ده بيحقق اكبر قدر من برضه المبيعات. فالتواجد في الاماكن وان الزوار تخش وتتفاعل وتشوف ويعجبها المنتج، يمكن بيحقق مبيعات اكثر كمان من التسويق الالكتروني، لان في حاجات بتبقى الباتر عاوز يعرف الخامه. صحيح طبعا الجوده. فدي في خطه طبعا مع الوزير. يمكن احنا معرض ديارنا ده دلوقتي وصلنا ل 32 معرض في السنه، فبنجوم محافظات الجمهوريه. احنا كنا في اعياد كريسماس كنا في البحر الاحمر في مدينه الغردقه، بعد كده اتنقلنا الى الاقصر. جميل. قبل كده كنا في الساحل، فاحنا بنجهز لاكثر من حدث، وطبعا بيبقى في خطه ماشيين بيها ولها ترتيبات معينه، بحيث ان احنا نساعد كل محافظات الجمهوريه على تسويق المنتج اللي عندها. طب يعني جهد مقدر وبنشيد بيه، ودايما كده بتشجعوا الحرف اليدويه والصناعات اليدويه المصريه. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ صبري عبد الحميد، رئيس الاداره المركزيه للتنميه والاستثمار بوزاره التضامن. صباح الخير على حضرتك.